خليني أسرد في شيء الحقيقة لعله أن ما نتحدث به بالفضائيات الأخرى. أغرب ما الآن يعمل عليه مجلس النواب هو يعمل بنظامين داخليين. شلون؟ واحد ما يشبه الثاني. زين. يعني عندي نظام داخلي الآن لو نفتح موقع مجلس النواب ونروح على النظام الداخلي نطلع نظام داخلي منشور في موقع مجلس النواب. طبعا هذا يعني تم تعديله في 2022 في شهر 6 أقر في أحد الجلسات بعض التعديلات أباحوا لبعض النواب أن يكونون في بعض اللجان لضرورتها لا سيما بعض المكونات. زين. بس هو نفس النظام ما قال لي شلون النائب هذا إذا راح بهاي اللجنة يصوت هنا لو يصوت هنا حضوره شلون ما قال لي يتحمل مسؤوليته. بس أكمل عفوا. في حين عندي نظام داخلي آخر طبعا هاي المعلومة خطرة جدا أنا أتحدث بها طبعا وأول مرة أتحدث بها في قناتكم يعني لعله حصري يعني. يعني عندي نظام داخلي آخر منشور في جريدة الوقائع العراقية في شهر 10 هذا في 6 وهذا في 10 يفترض اللاحق النظام الداخلي اللاحق هو الذي يعمل به في داخل البرلمان في شهر 10 يقول للنائب يروح إلى لجنة ما قعد لجنتين يروح عليهم بينما الآن إحنا عندنا لجنة أصلية ادخلي على موقع مجلس النواب ادخلي على موقعنا الخاص في المصدر النيابي راح تشوفين انه كنا عندنا لجنه اصليه ولجنه اخرى تبعيه كل ذني بالمواد من 72 الى 85 راح تسوي الارتباك في داخل النظام الداخلي وين راح اشوف النائب هذا يغيب هنا لو يغيب هنا ما مضبوطه يحضر هنا لو يحضر هنا ما مضبوطه القضيه اذا كان عندي الارتباك في المنظومه التشريعيه التي يفترض هي ان تشرع القوانين وان تراقب تشريعات القوانين.